السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معانا في فيديو جديد يخص شبكة اختبار بيراتشين. هنعرف النهاردة ان شاء الله مهمة الديسكورد، ازاي ان احنا نربط حسابنا بالديسكورد. زي ما قلت لكم ان انا هعمل لكم فيديو مخصوص علشان نعرف العملية دي بتتم ازاي. هناخد رول على الديسكورد عشان نربطه بمنصة جالاكسي. طبعا احنا نفذنا كل المهمات دي مع بعض، ولكن المهمة دي هي اللي فاضلة. طيب هننفذها ازاي يا شباب؟ لازم يبقى عندك طبعا حساب على الديسكورد وعارف الايميل والباسورد بتوعه. بتخش من هنا وتضغط على السيتنج، بعد كده بتخش على السوشيال اكاونت، بتنزل تحت كده يا شباب بتلاقي عندنا كونكت ديسكورد اكاونت، بضغط عليها ضغطه بيفتح لي النافذه دي زي ما احنا شايفين كده. طبعا انت بتكون مسجل دخول اصلا على الديسكورد، فعلشان يطلب منك ان انت تعمل اوثرايز او تعمل ربط بالمنصه على الديسكورد. لو طلب منك تسجيل دخول هنا بتسجل دخول بالايميل والباسورد، وبعد كده تضغط على اوثرايز. بننتظر كده يا شباب لما يعمل اوثرايز والصفحه تقفل معانا. اول ما تقفل معانا كده كتب لي هنا اليوزر نيم بتاعي، انا كده تم ربط الديسكورد بالمنصه. طيب بعد كده بنعمل ايه يا شباب؟ بنرجع تاني نروح للمهام بتاعه البيره، ونخش هنا وننزل تحت يا شباب على المهمة بتاعت الديسكورد، نضغط عليها كده ضغطة هيفتح لنا نافذة كده زي ما احنا شايفين. اول حاجة هنعملها نقول له accept invite، بعد كده هيفتح لي الديسكورد على الصفحة بتاعتهم ونشوف هنعمل ايه دلوقتي. هو هنا يا شباب دخل زي ما احنا شايفين، بنقرا الكلام اللي مكتوب ده. بضغط هنا الاول على كومبليت واقول له اي هاف ريد واقول له submit، بعد كده اقول له verify، بعد كده اضغط على connect، وبعد كده continue. بيطلب مني يا شباب ان انا اكتب الارقام دي في المكان ده، بضغط كده 9 6 5 6 3 5. قال لي كده you have been verified، وفتح لي يا شباب زي ما احنا شايفين كده الخواص بتاعت الديسكورد بتاع شبكة بيرة. طبعا بعد ما بتفعل اشتراكك على السيرفر على الديسكورد بتبدأ ان انت تتفاعل على السيرفرات اللي موجودة. في عندك سيرفر باللغة العربية تقدر تتفاعل عليه، في برضو السيرفر اي سيرفر من دول تقدر تتفاعل عليهم وتنقل اخبار العملة وتتكلم عن العملة، وبالتالي انت هتاخد الرول. طيب ازاي اعرف ان انا اخدت الرول؟ انت هنا زي ما انتوا شايفين I am new here، ديت العلامة بتاعت العضو الجديد اللي لسه مشترك. هنا ده اخد الرول زي ما احنا شايفين، دي ركب اللي هي الرول بتاعنا اللي احنا عايزين ناخده. فكتر تفاعلك على الديسكورد على بيرا تشين تقدر من خلاله ان انت تاخد البيرا كاب. تقريبا بياخد من خلال من يومين لثلاثة من كتر التفاعل على السيرفرات اللي موجودة. بكده نكون انتهينا من الشرح. اول ما تاخد الرول يا شباب تبدأ ان انت تروح على المهمة بتاعت الديسكورد على منصة جالاكسي وتفعلها، تعمل ريفرش هتلاقي اتعلم لك علامة صح مباشرة. بكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة يا شباب. حاولوا ان انتوا تبقوا نشيطين على الديسكورد، وان شاء الله اول ما ناخد الرول ونفعل المهمة هوريكم المنظر بيبقى عامل ازاي. بكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتابعونا على قناتنا على التليجرام عشان تتابعوا كل الاخبار وكل العملات اللي احنا شغالين عليها. وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.